فكره يا فندينا، هربوا رمانه. طب يلا انت عارف هتعمل ايه؟ وجد. وانا بقول الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبسأل نفسي ايه الاسفلت منور ليه؟ اتاري افندينا بيمشي عليه. مبروك علينا خروجك لينا بالسلامة، ناسك وحبايبك وقالك واصحابك. شلبي امرني يا برنس. طلبات الترابيزة دي كلها على حساب المحل، غرق الترابيزة بكل الاصناف، اي شيء يفكر فيه يحلم بيه دست منه تحت رجليه. امرني امرني يا نجم. بيضون المالت اهلا. مصر نورت. الحمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة يا نجم، الف حمد لله على السلامة. ايه شيك ايه الوجاهة دي؟ سربت القطة يا بيضون، بس انا عارف انك ما تقصدش. عارف مالك يا مالت؟ زعل فندينا ليه؟ لا لا كابتن، عندك انت الحوار ده، انت راجل نجم، العيال دي انا عارفها. لا يا بيضون افندينا. رمانة انا مش قادره اتلم على نفسي، حاسه ان مفاصلي سابت مني. معقوله يا خميس؟ معقوله ايديتي تنط السنين دي كلها وترجع لي؟ معقوله الدنيا هتفرد وشها من تاني؟ وحشتك يا رمانة. دي الأيام كانت وحشة أوي من غيرك. وأنا ما شفتش الحلو منها إلا ساعة ما شفتك دلوقتي. وأنا هخليك دلوقتي تشوف اللي أحلى. سامع هوس؟ طفي النور ووطي المزيكا والدنيا هوس. أفندينا رجع والشفة ضحكت والليل سهر وبكرة جاي وامبارح اتنسى وانا هرقص واغني لفندينا وبس، والمزاج موزون ليلاتي قسم يا مزيكاتي. معالي الباشا، معلش بدوش معليك، محسوبك الملط. معلش أنا آسف، لو ما كانش الظرف طارئ أنا ما كنتش اتصلت ودوشت معليك في ساعة زي دي. لا 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 مش خير يا باشا. خميس أفندينا وصل وسهران عندي الليلة. لا 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 لا، اطمن معليك، رمانة خرجت قبل ما يوصل وفجأة جابها تاني. الحكاية محتاجة زقة من معاليك وقفلة الحدوتة بايخة لازم تنتهي قبل ما تبتدي. أمرني يا باشا، أمرني معاليك. مع السلامة. النبي ما تزعل نفسك. اشتقتني ورجعتني وقلت لي وحشتني.
ايوه يا ابو سامية. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك هدينا هدينا بعد اذنك بس روح. لا روح مين؟ لا بداية الليلة. ايوه زي ما انتوا يا بنات هطمن عزمالكم وراجع على طول. ماله روح معايا طبعا النهارده. نعم ما انت تسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روح لسه صايع زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. وانا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك. بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك ما تعوقش. انا اقدر ما تقدرش. انا اقدر اهو. سامية معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ست ما كده كده هتعرض يا ميرا الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليها. انت قلقانه من ايه؟ مش شمعوا البنسيون خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ست حاضر حاضر هجيب لكم فطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش قادره ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي مساكين جوه. فين؟ جوه العنبر. يلا في بلح احسن اتفخرت عليهم محدش هيعنبرني. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني. انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم. شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص. سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا. قلت هي دي الانسان. اه هو ده الانسان. الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسالك سؤال. هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله. بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت. يعني نفضل عايشين كلنا؟ وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم